واحد بيقول قصة العذر والغني هل حدثت في العهد القديم أم أيام السيد المسيح؟ وكيف حملت الملائكة العذر بينما الأرواح كان يقبض عليها إبليس في العهد القديم وتذهب إلى الجحيم حتى يأتي السيد المسيح؟ أرواح الأشرار هي اللي بيخبط عليها إبليس، وأرواح الأبرار تحملها الملائكة إلى أحضان إبراهيم. بس جايز القصة يكون فيها ناحية رمزية، يعني على اعتبار ان في العهد القديم كانت كل الارواح بتروح للجحيم.